أكثر 10 ألعاب باعت في التاريخ. نيو سوبر ماريو براذرز وي، وهذا يعتبر أول لعبة أنعشت أسلوب ماريو القديم اللي هو اللي يسمى بالسايد سكرولينج من أيام السوبر نتندو، وباعت 29,320,000 نسخة. ديابلو 3. ديابلو من أشهر الألعاب اللي كان فيها طور اللعبة التعاوني داخل الدنجنز، وبعد إصدار الجزء الثاني في عام 2000 الناس بغت جزء جديد، ولما نزل الجزء الثالث في 2012 طبيعي أن الناس منتظرته، فباع 30 مليون. The Elder Scrolls 5 Skyrim. ناس كثير وأنا منهم عرف السلسلة عن طريق لعبة Oblivion اللي نزلت الإكسبوكس 360 والبلايستيشن 3، وطبعا لما سمعنا عن جزء جديد لها كلنا تحمسنا وشريناها وباع 30 مليون. نيو سوبر ماريو براذرز. بعد نجاح نسخة الوي أطلقت نينتندو نسخة الدي اس، وطبعا باعت كثير 30,790,000 نسخة. وي سبورت ريزورت. بعد استعراضها في الاي 3 تحمس الناس لها، خصوصا انهم كانوا مبسوطين من الجزء الاول، وهذا الجزء صار اكبر من ناحية المحتوى وباع 32,800,000 نسخة. تترس. هذه اللعبة نزلت مع جهاز الجيم بوي الأول اللي هو القديم، أقدم جيم بوي في التاريخ، وطبعا رقم مبيعات هي نفسها مبيعات الجهاز لأن اللعبة كانت تجمع الجهاز نفسه، وباع 35 مليون. ماريو كارت وي. ماريو كارت سلسلة غنية عن التعريف، ونسخة الوي كانت أول واحدة فيها أونلاين وباعت 36,380,000 نسخة. سوبر ماريو براذرز. وهذه الأسطورة اللي أنقذت عالم الألعاب ونزلت في عام 1985 وكانت تجي مع الجهاز نفسه اللي هو نينتندو إنترتينمنت سيستم أو المعروف بالعائلة، وطبعا أرقام مبيعات هي نفس أرقام مبيعات الجهاز نفسه وباعت 40,240,000. جراند ثيفت أوتو 5. ويعتبر الجزء الخامس في السلسلة العريقة واللي حطوا فيه كل شيء، وطور القصة كان رهيب، وطور الأونلاين ناس كثير يلعبونه إلى يومك وباع 70 مليون. وي سبورتس. وهي اللعبة اللي كانت تجمع كل جهاز وي ما عدا الياباني، يعني أرقام مبيعاتها راح تكون مبيعات جهاز الوي خارج اليابان، وباعت 82,780,000. وهذه كانت أكثر 10 ألعاب باعت في التاريخ. إذا عجبتكم الحلقة عطونا لايك واشتركوا في القناة عشان تجيكم حلقات رهيبة مثل هذه. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.